محمد، هنا بتقول انه دي تصرفات مثلا بتاع القوى السياسيه ما حصلت مع المهنيين، ما تعرف شنو حاجات يعني، ها بتجد لها تبريرات وبتهاجم العسكري انه كباشي قال وعمل كذا كذا كذا. هل الثوره دي قامت الناس دي لما طلعت العساكر دي مش هم اللي كانوا بدافعوا عن عمر الضلالي ده؟ هل كان الناس بتسمع كلام العساكر؟ ما هم نفسهم اللي كان بيجوا بيسوقوا الناس وبودوهم للمحاكم بتاعت الطوارئ وما تعرف شنو شنو شنو، ده نفس العساكر كلهم كانوا ماشيين بامر بتاع لحد اخر تعليمات اداها لهم في ظل الاعتصام كان بيقعد معاهم هم. هل الثوره دي اندلعت عشان ما يجي الكباشي ويقول انه كما ان احنا ما بتمشوا لقدام زي ما انت قلت وزي ما هو قال في كادوغلي؟ هل الناس معناها تستجيب للكلام اللي بيقوله الكباشي وبيقولوه باقي العساكر؟ وين القوى السياسية اللي انت قدمتها عشان ما تقعد راس براس مع العساكر ديل وتخليهم يؤتمروا بالقرار المدني؟ انت القوى اللي احنا قدمناها دي للأسف الشديد كنا بنقول نفس كلامك الاول ده، انه يا اخواننا يا دوب الحكومة جات ويا دوب بترتب في نفسها وده تقود برنامجها، والآن 8 ولا 9 شهور ونحن ما شايفين لا اي حاجة غير التراشق الآن. يعني على الاقل بعد 8 شهور دي الآن تطلع لنا ببرنامج كامل متكامل تفصيلي وتوقف العساكر بتصريحاتهم ديل في حدهم. ليه ما طلع واحد من القوى المدنية دي ولو في ندوة سياسية ولو في تسجيل على الواتساب ولو في لايف ولو في أي منبر من المنابر الإعلامية الموجودة يقول الكلام اللي قاله الكباشي ده كلام فيه استخفاف بالثورة؟ ليه صم بكم ما قادرين يتكلموا؟ ليه فقط بينشطوا لما يطلع واحد يهاجم حزب الأمة ولا يهاجم الحزب الشيوعي ولا يتكلم في ده ولا يتكلم في ده ولا يمشي يشق تجمع المهنيين، المنصة الثورية الوحيدة اللي كانت تنطلق منها المواكب؟ ليه كل يوم نحن بنشوف معاناة في الشارع ما في واحد دار يطلع ويتكلم ويقول ان احنا دارين نعمل برنامج اقتصادي بمؤتمر اقتصادي بالتاريخ الفلاني على الاقل نحس انه في حركه ماشيه؟ في كثير من السياسات والاخطاء بتتم في كل الوزارات، وزاره الصحه، وزاره الماليه، وزاره التجاره، ليه ما قاعد يتم انتقادها؟ هل الناس تسكت وتترك الباب مفتوح للكيزان يفعلوا ما يشاءوا في الأسواق وفي المعتقلات وفي غيره وفي غيره وبعد كده نحن نجي نقول أردوا مزاحف ما عارف بل الزواحف بس دي هالحاجة طلعت بها الثورة؟ ما دارين نسمع لا شكرا حمدوك لا شكرا، خلاص كفاية. حمدوك بعد 9 شهور جاي يا دوب يجتمع لي بافراد القوى الحريه والتغيير واحد واحد، تعالوا يا ناس المؤتمر السوداني قدموا رؤيتهم، ويطلع ما عارف وين، والله ناس حزب الامه مشوا قدموا رؤيتهم لحمدوك، والله ما عارف ناس البحث مشوا قدموا رؤيتهم لحمدوك، انتوا ماشيين تقدموا رؤيتكم لحمدوك واحد واحد ليه؟ انتوا ما قوة بتاع اعلان الحريه والتغيير كلكم تحالف واحد وعندكم برنامج واحد مفترض، لكن لانهم ما قاعد تقعدوا مع بعض. اخر اجتماع تم بين قوى الحريه والتغيير 200 مع بعض، ليه يوم الليله الولايات ما قادرين يعينوا لنا ولا مدنيين عشان ما يحصل البله الحقيقي للكيزان الموجودين في المحليات؟ اسي الليله اي لجنه مقاومه تمشي لاي محليه بتلقى الكيزان قاعدين وبعكسوهم. ليه ما قادرين يتخذوا قرار سياسي شجاع ينشر على كل السودان يبعدوا فيه كل الكيزان من المحليات؟ خليك من تعييننا ولا مدنيين، انت على مستوى الحكومه الاتحاديه كل الملفات، ملف الاقتصاد سلمته لحمدوك، الملف بتاع عفوا سلموه لحميتي، ملف بتاع الاقتصاد، ملف بتاع السلام سلموه لكباشي، ملف بتاع البعثه الامميه سلموه للزفت اللي اسمه ابراهيم جابر ده، كل الملفات المهمه في البلد تم تسليمها للعساكر، كلهم 5 عساكر قاعدين في المجلس السيادي، انت عندك حكومه مدنيه من 18 وزير مدني ما قادر تعمل حاجه. احنا ما حنقول سير سير يا حمدوك زي ما كان بيفعلوا الضلالين. المسير بنسيره في الشارع. حمدوك وحكومة المدنية وقحت هي واجهة للثورة، يا تمشي عديل يا الثورة حزحها من طريق التواصل.
ما حنقول لي تدريبات ديمقراطيه ودي حساسيات سياسيه ونقعد نلمح في الكلام ونوجد لهم مبررات وهم خالفين رجل على رجل كل واحد خط الثاني قدامه ويردم فيه. ده كلام فاضي. ما في مسؤوليه، ده استهتار بحياه الشعب، ده كامل استهتار بحياه المواطن. منو المتحكم في السوق؟ ما عارفينهم؟ قلنا سيطرة العساكر على الموارد الاقتصادية للبلاد وتحويل كل الأرصدة لصالح شركات خاصة بالقوات النظامية ده خطأ. زي ما العساكر قالوا في الوثيقة هم المعنيين بالشؤون العسكرية، كذلك القوى المدنية معنية بكل ما هو مدني في البلاد. الكلام ده قلنا في تسجيلات كثير جدا ورددنا لحد الناس ملت. كل الشركات زادنا الآن اللي فاتحة بلاء دائرة تعويض 2 تريليون، 2 تريليون لشركة واحدة بس. قول دائرة تعويض عشان صلاح مناع قال في غسيل أموال في شركة زادنا. إذا أنت طالب تعويض ب 2 تريليون، كم المال اللي أنت شغال به الآن؟ وليه يكون تحت القوات المسلحة؟ ليه ما يكون في وزارة المالية؟ ليه الآن لجنة إزالة التمكين بتشيل كل الشركات اللي تم نهبها عن طريق الكيزان وبترجع لوزارة المالية؟ لانه ده المكان الطبيعي ليها هنا. اي قطاع اقتصادي، اي موارد اقتصاديه، اي شركات اقتصاديه مكان وزاره الماليه. ما في حاجه يسمى شركه اقتصاديه ولا بنك تحت اسم قوات مسلحه ولا شرطه ولا امن ولا غيره. ده مهمتهم الدفاع عن البلد والدفاع عن الامن، والكيزان شغالين يرخروا بهناك، سواء كان باقتصاد، سواء كان بالزحف، سواء كان بسياسه، سواء كان بعلاقات خارجيه، سواء كان بغيره شغالين. هم المتحكمين الان مع العساكر بتاعينهم دين. شرطه بتضرب مواكب سلميه لناس الثوره والزواحف بيمشوا لحد القياده العامه هناك. نحن نقعد نجامل ونطبطب في قحط، ما بنطبطب لها. قحط بالنسبه لنا هي كانت مرحله معينه لانها تحقق مطالب الثوره باتفاق تام بين كل مكوناتها. دارين يقعدوا يتراشقوا يترشوا كلهم يطلعوا يمشوا. ما في بديل؟ في بديل. واول قبل ما تسقط الحكومه اللي فاتت دي، قبل ما تسقط ها الناس كان بتقول البديل منه، جاء بديل، البديل طلع ما كويس، في بديل ثاني نجيبه وثاني وثالث ورابع، زي ما قحط عايز تجرب فينا، احنا نجرب فيها هي ذاتها، مشكله في شنو يعني؟ كل الواجهات السياسيه الموجوده في قحط تمشي، قحط عباره عن اعلان، اعلان بتاع مبادئ كلنا متفقين عليه، لكن ما متفقين على الشخصيات، تبقى المبادئ وتسحب الشخصيات. ما عندنا حل غير كذا تعمل.